خبل كلش حلو اي صدق كذي. شفت نحن شلون ادخلنا الفرح والسرور على قلوبهم اصدقائنا اللبنانيين الجميلين اللطيفين اللي قاعدين هسه حاليا بمدينه السيد الاوصياء في كربلاء التابعه للاتم الحسينيه المقدسه. بس بقى اني كلش فرحت اي بس شنو لاحظ الشيء غريب وانت يمكن هم ما تلاحظت هذا الشيء زين لما حكيت وياهم شفت بعيونهم القوة والعزيمة يعني ما مهزوزين أكيد. طبعاً الضيوف الجايين من لبنان نعم. زين يضحكون للحياة فشي فشي كلش حلو مريح للصدر. حزين أي أنا عندي اقتراح إنه نسوينا روحة ثانية لهم بس هالمرة شنو ما نروح السيد الأوصياء المدينة السيد الأوصياء نروح إلى مدينة الإمام الحسين عليه السلام اللي في كربلاء موجودة التابعة على العتبة الحسينية المقدسة أيضا. والله خوش فكرة أهي. زين أنا عندي مقترح ثاني قول نروح صديقنا مهدي يلا ونقله بهذا المقترح مالتك ما يخالف وأكيد أكيد راح يفتخر بينا أكيد طبعا. وراح يشجعنا نعم زين خلنا نسلم عليه عمدي راح بالمشاهدين يلا بعدين نروح يلا السلام عليكم صديقي عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله اصدقائي الشطار وكذلك سلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاحبه الكرام اخوتنا الاعزاء حياكم الله وبياكم بحلقه جديده من حلقات برنامجكم عمو فرحان بالتاكيد وباذن الله سبحانه وتعالى اليوم حاضرين لكم هواي فقرات راح تعجبكم وان شاء الله تعالى تنار رضاكم وبالتاكيد هذه الفقرات تحمل محطات الفائده
المتعة والسرور إن شاء الله تعالى. فالمطلوب من عندكم واللي إحنا دائما نأمل من عندكم إنه تتابعون الحلقة بأدق التفاصيل وتركزون بكل الفقرات الجميلة اللي راح نعرضها حتى تأخذون الفائدة إن شاء الله تعالى، وكذلك ترسمون البسمة على وجوهكم الحلوة والبريئة إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، أحب أنوه ببداية حلقتنا لهذا اليوم بموضوع كلش حلو ورائع إن شاء الله تعالى راح يفرحكم. نلاحظ بعض الأصدقاء يراسلونا مثلا يطلعون خارج البيت أوقات بث برنامجنا الجميل، فإحنا نحب نقول لكم بإمكانكم تتابعون برنامج عمو فرحان من خلال اليوتيوب، من خلال تطبيق اليوتيوب ببث مباشر على قناة كربلاء كيدز، هذه القناة الخاصة بكل مشاهد الأطفال الرائعة والجميلة ذات الرسائل الحلوة إن شاء الله تعالى. المطلوب من عندكم تروحون وتشتركون بهذه القناة حتى نستفاد سوية. أيها الأحبة الكرام، ألاحظ بنين واقفة هناك أو جالسة هناك وبيدها ورقة، خلينا نشوف شنو موضوع الورقة وبعدها راجعين. صحيح يا مهدي، ولكن قبل لا أقول لك شنو موضوع الورقة أريد أكمل التنويه اللي أنت بديت فيه. مشاهدين الكرام وأصدقائنا الأطفال، أكمل التنويه اللي بدأ بي مهدي وأقول لكم أن تقدرون تشاهدون حلقة اليوم، الحلقات السابقة وحتى الحلقات اللي راح نعرض لكم إياها بالمستقبل إن شاء الله عن طريق قناة كيدز كربلاء، هاي القناة اللي إحنا خصصناها للأطفال. تقدرون تشاهدون بيها برنامج عمو فرحان، يا أما عن طريق البث المباشر الآن أو بعد ما تنتهي الحلقة. بالنسبة لموضوع الورقة والقلم، أنا بالنسبة إلي عندي الكثير من المواهب، ومن ضمن هاي المواهب هي موهبة الشعر وكتابة الشعر والنثر، وعندي الكثير من المحاولات بهذا الموضوع، فحبيت أنه من اليوم أبدي أحاول أكتب قصائد شعرية أو حتى نثر أقدمه إلى أهلنا وشعبنا في فلسطين وفي لبنان، وأحاول قدر الإمكان يكون هذا الموضوع مختص فقط في جوانب الأطفال حتى أقدم كل شيء أنا أعرف له. أما الآن مشاهدين الكرام وأصدقائنا الأطفال، أريد أنقلكم إلى فقرة كلش حلوة ومهمة، ولكن قبل لا ننتقل إلى هاي الفقرة نبدي بفاصل، وهذا الفاصل هو سلام يا مهدي، خلينا نسمعه ونردده إحنا وياكم. إمام زماني محبوبي، إمام زماني معشوقي، إمام زماني محبوبي. دنيا يا دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود، يا عطر الورود، من قلبي سلام. دنيا يدون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود، يا عطر الورود، قلبي سلام. سلام يا مهدي، يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي، بيا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي، متى يا مولانا ترانا تلقانا، متى يا مولانا.
سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا لنا قم وعد لنا متى يا مولانا ترانا تلقانا متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا إنا على العهد سلام يا مهدي اللهم عجل لوليك الفرج. مشاهدين الكرام وأزقان الأطفال، اليوم أريد أتكلم عن موضوع جدا مهم. هذا الموضوع يقول مثل ما أنتم تعرفون ومثل ما إحنا نعرف أنه عالم الأطفال عالم جميل مليء بالحب والسعادة والتفاؤل والتأمل لمستقبل مشرق وباهر، ولكن الكثير ما تم الاعتداء على هذا العالم، وهذا الاعتداء إحنا قاعد نشوفه الآن يحدث مع أطفال فلسطين ولبنان، اعتداء بطريقة وحشية وظالمة. أطفال فلسطين ولبنان الآن قاعد يعترضون وقاعد يتعرضون أيضا للقصف العشوائي، قصف بالصواريخ وبالأسلحة النارية دون الاهتمام بمشاعر الأطفال أو حتى بمشاعر البالغين. هذا الموضوع يعتبر خرق لقوانين الطفولة ولقوانين الإنسانية، ويشهد التاريخ على أنه أطفال فلسطين ولبنان ما حصلوا أي شيء من حقوقهم اللي تعبر عن طفولتهم، وحتى لما كبروا ما رح يحصلون على أي شيء من حقوقهم الإنسانية، لأنه هم كانوا وما زالوا مضطهدين ويتعرضون للاضطهاد. مشاهدين الكرام وأزقان الأطفال، إحنا لازم نكون واقفين مع هذه الشريحة، وخصوصا شريحة الأطفال بكل شيء إحنا نقدر له. يعني إحنا اليوم خلينا نتكلم عن هذه القضية ونتبناها ونحكي بيها بكل الوسائل المتاحة اللي تقدر توصل للطفل، ومن ضمن هاي الوسائل المتاحة هي السوشيال ميديا. نقدر إحنا اليوم نتكلم بالكثير والكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ونحرك هذا الموضوع. اليوم أنا إذا ما أقدر أقاتل بسلاحي أقدر أقاتل بقلمي أو بلساني، صدقوني هذا الموضوع راح يفيدنا ويفيد الجميع. وبالنهاية أحب أقول اللهم انصر أخواننا في فلسطين وفي لبنان، واللهم انصر الإسلام الذين كانوا والأزال يحاولون الاعتداء عليه، ولكن والله ثم تالله لا يستطيعون. مشاهدين الكرام وأزقان الأطفال، أتمنى أكون ما طولت عليكم. أما الآن أنقلكم إلى فقرة صور أزقاء البرنامج، خلينا نروح ونشاهد الفقرة. مع صور أصدقاء البرنامج. Thank you.
السلام عليكم صديق مهدي. عليكم السلام، يا اهلا يا اهلا ومرحبا باصدقائي الرائعين المشتاق لهم هواي. الله يسعد حزين، اهلا ومرحبا حياكم الله يحفظك. منورين اول شيء، اشكرك. وثاني شيء انا تعرفون بي لين قريب عليكم. نعم. واحبكم واعزكم، فمباشره اعرف واقراكم من عندكم موضوع. شنو مبين عندكم موضوع مهم تريدون تحكون به، فانا اطمنكم واقول لكم احكي وان شاء الله انا كلي اذن صاغيه. صديقي مهدي، نعم، في الحقيقه والواقع، نعم، اي احنا ذاك اليوم رحنا البارحه، رحنا انا وحزين، حسنت، رحنا وين؟ المدينه السيده الاوصياء عليه السلام. صحيح، ذكرتني، تابعه للاثف الحسينيه المقدسه، بارك الله فيك، طريق بغداد. احسنت. اي رحنا شفنا اصدقائنا اللبنانيين الاطفال، لعبنا وياهم، رسمنا وياهم، سوينا لقاءات وياهم، سمعنا مشاركاتهم. صحيح. كانت اصوات جميله ويعني ما شاء الله مواهب جباره صراحه، كلش حلوه. اي صح، يعني حافظين قران ما شاء الله، قصائد ما شاء الله. ايضا زين اناشيد جميل، فيعني سجلنا وياهم بعض الشغلات. فاحنا هالمره جايك بطلب ثاني، احنا طلباتنا هواي صايره صراحه. اكيد تؤمرون امر ان شاء الله. اي تؤمر، تفضلوا. احنا نريد نكرر الزياره مالتنا. حلو، عاش ايديكم. بس هالمره ما نريد نروح المدينه السيده الاوصياء عليه السلام. لا عاد وين تريدون؟ يعني احنا رحنا لهم صح زياره، كوننا صداقه وياهم. عاش ايديكم. بس هالمره نريد نكون صداقه ثانيه. يا قصدك تروح غير مكان؟ اها اروح الى مدينه الامام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه. التابعه ايضا الى العتبه الحسينيه المقدسه. احسنت احسنت. نروح لهم ونشوف اصدقائنا، يعني اصدقائنا البقيه. بالفعل لهم حق علينا اكيد. مو صحيح، يعني احنا رحنا مدينه السيد الاوصياء، ما نروح مدينه الامام الحسين عليه السلام. صحيح، سلام الله عليه. نروح نفس الحاله، نسلم عليهم، نسوي وياهم لقاءات، يجوز نلقى مواهب اكبر. بالفعل. زين، نلقى اصدقاء اكثر. صحيح. زين، ونسوي وياهم لقاءات ونرجع. شو تقول؟ الله، شو اقول بعد انا صديقي سعيد بعد هذا الكلام اللي بصراحه فرحني كلش هوايه. وبصراحه كذلك اضيف بعد في الشغله، قول. انا جدا حسيت بالفخر انكم اصدقائي، ومن رحتوا لهذيك المدينه الرائعه وذات الواحات الخضراء الحلوه والتقيتوا باصدقائنا. نعم. بصراحه انتم مثلتوا برنامج عم وفرحان، وكنتم خير تمثيل إلى ان شاء الله. اسال الله ان يوفقكم باكثر واكثر. وبصراحه انا كذلك اضيف على كلامك، احنا لاحظنا من خلال روحتكم الحلوه اللي كانت يوم امس، لاحظنا البسمه وهي مرسومه على وجوه اصدقائنا الضيوف اللبنانيين. كلش فرحة في مدن الزائرين، كلش ما شاء الله. إيه؟ كانوا فرحانين. كانت فعاليه لطيفه ايضا من قسم رعاية الطفوله. بالفعل، تحياتنا لهم. اي سووا فعاليات حلوه. حلو. مسابقات الطوم هدايا وجوائز. جميل جدا. اي كانت فقره جدا، طبعا هاي الفقرات مستمره عندهم ما شاء الله، يعني كل فتره يسوون. اي يعني صح صح، ما ينقطعون. ما ينقطعون. ولذلك يا صديقي يا مهدي، احنا جينا نطلب عندك طلب. اي تفضل. باعتبارك انت صديقنا العزيز. نعم ان شاء الله، اخوكم ان شاء الله وصديقكم. على راسي. على راسي. نطلب من عندك طلب صغيرون. اي قول. انه تحاكي لنا عمو فرحان. اي وعم ابو عبد الله. اي هسه انت وقت تهلل اليوم وما هم لازم تخسرني ورصيد واخابرهم. صديقي مهدي، ها باكر باكر عقبه. اي بس شنو شو استعجلنا؟ احنا مستعجلين. لا انا مستعجل اكثر منك، راح اتصل عليهم. اي اتصل وانت تروح ويانا. او اروح وياكم انا؟ اي اكيد يشرفني هذا الشيء. أي. وبالعكس يعني بصراحه يعني ما اقدر ارد هذا الطلب. روح المدينه الامام الحسين. عاشت ايدك. العصريه للزائري. نعم. تابعه للعتبه الحسينيه المقدسه. حلو. تروح ويانا. جميل. ونلتقي بالاطفال اللبنانيين الرائعين الجميلين. جميل جدا، عاشت ايديكم سعيد وحزين. بصراحه كل شويه جات تفرحوني اكثر. وبصراحه قلت لك انا ما اقدر ارد هذا الطلب الرائع اللي خلينا نكون قريبين من ضيوفنا الاعزاء الاحبه الاطفال اللبنانيين. ولكن يعني بصراحه انا اشوف لو نحاول ننوع من نشاطاتنا الحلوه ان شاء الله تعالى، نخلي فقرات حلوه حتى نخليهم يستمتعون اكثر واكثر بهذه إن شاء الله. الجولات الحلوه. تستغلنا الاذن من عمو فرحان ان شاء الله. دل هاي سهله ان شاء الله. أي. انا بس اكمل شغلي بالمكتبه، اخذ دقائق ان شاء الله تعالى. أي. انتم اخذوا اصدقائنا الفاصل حتى يستمتعون شويه. أي. واني راح اتصل بعمو فرحان وعمو ابو عبد الله واردكم خبر ان شاء الله. متفقين ان شاء الله تعالى. ان شاء الله نخلو اصدقائنا الى فاصل. يلا نرتب بالمكتبه اصدقائنا المشاهدين. هسه ننتقل الى فاصل جميل وبعدين راجع لكم. Thank you.
مشاهدين الكرام وأصدقائنا الأطفال، اليوم حبة تنور برنامج عمو فرحان صديقتنا رقية. فرقية أريد أبدي أتكلم وياها عن هواية مواضيع، بس قبلها خلي تعرف نفسها عن المشاهدين أكثر. شلونك رقية؟ زين الحمد لله. طينا اسمك الكامل. اسمي رقية محمد كاظم على حسين خفاف. أهلا وسهلا رقية. رقية أريد أسأل السؤال، أنت بالبداية أصف؟ أول متوسط. أول متوسط، زين معدلش بالسادس شقد شلون؟ معدل 88. ما شاء الله، يعني شاطة وموهوبة، جامعتين اثنينهن ما شاء الله. شكرا. انت موهبتك شنو؟ موهبتي الرسم والخياطة والأعمال اليدوية. أكثر شيء تحبين تسويه من بين ذني الثلاثة؟ أحب أرسم، لأن هو من هوايتي هي الرسم. يعني انت من هواياتك الرسم. لعد خلينا نشوف رسمك ونبدا نسالش الاسئله ان شاء الله. يلا انا راح ابدا اعرضهم حتى يبينهم بالكاميرا. بالبدايه مشاهدينا الكرام، هاي الرسمه، اريد اعرف رقية الالوان اللي تستعمليها شنو؟ احب استخدم الالوان الخشبيه. الالوان الخشبيه. لا. زين انا اقدر ارسم نفس هاي الرسمه بس بغير الوان؟ ممكن، بس حسب الالوان اللي تختارين تكون حسب الرسمه. حسب الرسمه. اريد قولي لي الالوان اللي انت هنا مختارتها وشنو سويتي قبل لا ترسميها اصلا. اكيد حضرت الادوات اللي احتاجها بالرسم، حضرت يعني حضرت الفكره، حضرت الرسمه. حضرت الفكره، يعني تعتقدين انه الرسام اليوم لازم يحضر الفكره قبل الرسم؟ لو نبدا نرسم على لا شيء اكيد انه لازم نحضر الرسمه، لان اذا ما كنا محضرين الرسمه ما راح تطلع الرسمه اللي احنا كنا محضريها. ما شاء الله مشاهدينا الكرام، لاحظوا لي هذه الرسمة. تكلمي لي عن هاي الرسمة بالبداية، تكلمي لي عن هذه الشخصية اللي انت رسمتها. هاي الشخصية السيدة رقية عليها السلام. لا. زين رسمتيها؟ زين بالبداية قبلها شنو حبيت تسوين على المود ترسميها وتطلع بهذا الشكل؟ حبيت اختار الالوان، طلعت على مود اختار الالوان واختار الرسمة، وعرفت انه هي هاي السيده رقيه ورسمت عليها. تمام رقيه، انا راح احكي وتقولي لي صح لو غلط. هذا اللون اخضر صحيح؟ اسود صح؟ انتي دامجه ويا فتشي؟ دامجه اسود غامق واسود فاتح. يعني احنا لازم نسوي دمج بالالوان. شيء اكيد على مود يطلع لنا اللون اللي احنا نريده. اللي احنا نريده. زين وهنا انا شايفه اصفر بس شايفه اكو دمج، يعني اتمنى لو تحكين عن هذا الدمج اللي هنا. اصفر طوخ ويا شويه ذهبي على مود شويه يفتح من اللون، وابيض. تمام نشوف بعد هذه الرسمه. هذه رسمه اي شخصيه؟ الامام الحسين عليه السلام. الامام الحسين عليه السلام، حلو. والله سؤال رقيه، اشوفك شو رسماتك يعني اكثريتها هي عن الائمه الاطهار عليهم السلام، ليش؟ لانه انا احب ارسم عنهم. زين هم تفكرين في يوم تغيرين مسار رسمك ترسمين مثلا منظر طبيعي؟ شيء اكيد. رسم غريب؟ شيء اكيد، بس انا احب انه دائما اغير، واحب دائما ارسم عن اهل البيت عليهم السلام. تحبين دائما ترسمين عن اهل البيت عليهم السلام؟ نعم. من هو اللي هنا بالصوره؟ اي شخصيه؟ ابو الفضل العباس عليه السلام. عليه السلام. قبر منو؟ قبر الامام الحسين. قبر الامام الحسين. لا كلش حلوه الرسمه مشاهدينا الكرام، اتمنى تشوفوها. انباوع ايضا هاي الرسمه فاطمه الزهراء عليها السلام، مو صحيح؟ ما شاء الله نشوف انه اليوم رقيه ملتزمه بموضوع العباءه والحجاب وشاطره وايضا موهوبه، وموهبتها كلش حلوه. شكرا. اريد اعرف اليوم رقيه سؤال. لا. منو اللي قاعد يدعم رقيه؟ شيء اكيد اهلي. اهلك؟ منو من اهلك؟ ماما، بابا، خالة، عمة. يعني الكل مشترك بدعم رقية؟ شيء أكيد. زين أنت اليوم إذا قالوا لك الكاميرا إليك رقية وقدمي نصيحة للأطفال. أقدم نصيحة أنه هذه الكاميرا؟ أقدم نصيحة أنه لازم كل الأطفال أنه يعني مواهبهم أهم شيء يكون يحققون مواهبهم، لأنه كل إنسان يعني أدى مواهب لازم يحققها، ما يصير يضمها بداخله، في إحنا لازم نطور من مواهبنا، ولازم أكو مشجعين للرسم أو للخياطة للأعمال اليدوية، كل إنسان وأدى مواهبه. زين رقية سؤال، أنت اليوم بصف الأول متوسط، أريد أفتهم شلون قاعدة تقدرين توازين بين الدراسة وبين الموهبة؟
شيء اكيد مخصصه وقت للدراسه، ومخصصه وقت للرسم، مخصصه وقت للعب، مخصصه وقت، يعني كل شيء له تخصيص وقت. يعني تنظيم الوقت مهم. تنظيم الوقت جدا مهم. زين، السؤال الاخير لرقيه. رقيه، اليوم الرسام يقولون انه هو يتكلم برسماته، يعني اليوم اذا انا ما اقدر اقول في شيء، رسماتي تقدر تقوله هذا الشيء. صار وياك هذا الموضوع؟ اكيد انه صار وياي، انه انا رسمتي من اباها شلون انه مفتخره بيها. تمثل شخصيتك؟ تمثل شخصيتي، تمثلها. زين، انت اليوم تحبين تطورين بالرسم عن طريق من؟ احب اتطور عن الرسم، يعني حسب، مو شرط. يعني انت مخليه من كل الجهات، فقدوه اليك او قدوه واحده تمشين عليها وخلاص، انه هذا اخذه بالرسم. احنا اليوم عندنا هوايه رسامين مشهورين، وعندنا اليوم هوايه مواهب منتشره. تتاثرين بهذا الموضوع؟ اكيد اتاثر بهذا الشيء، لانه يعني هو اكو اسباب، هواي اكو اسباب. لا. شكرا لك رقيه، انا اليوم هواي استمتعت وياك، اتمنى بالمره الجايه تجينا وتراوينا ايضا رسماتك. وصدقيني احنا هوايه فخورين بيك، وفخورين عفوا بالعمل اللي قاعد تقدمين. شكرا الان. شكرا لك، وشكرا لعمو ابو عبد الله اللي استضافته الي برنامج عمو فرحان، واحب اشكر عمو فرحان واشكر الجميع. انا ايضا اشكر عمو ابو عبد الله لانه جاب لنا هيك بنوته موهوبه. شكرا لك. واشكر عمو فرحان مختاشر على الازقاء بعد، لازم دائما نشكره. واشكركم انتم مشاهدينا الكرام لانه دائما تشاهدونا. اما الان انقلكم الى فقره مشاركات الازقاء، نروح ونشاهدها. الآن مع مشاركات الأصدقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصفكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العلي العظيم. شكرا يا عزيزي، ان شاء الله. احسنتم. احب ابشركم ببشاره حلوه. اي وحسب ما انتم وصيتوني، اي وطلبتوا من عندي باعتبار انا اخوكم وصديقكم ان شاء الله. عزيزي ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. انا هسه قبل قليل كنت باتصال مع عمو فرحان وعمو ابو عبد الله، دمجنا المكالمه. اي وحاكيتهم بموضوعكم، قلت لهم سعيد وحزين، كانوا كلش فرحانين بروحتهم السابقه لاحدى مدن الزائرين التابعه للعتبه الحسينيه المقدسه، وكانوا مستمتعين جدا.
وبصراحة عمو فرحان وعمو عبد الله هواي هواي فرحوا بنشاطكم. بس وصوني أي. وصوني قالوا اسألهم سؤال أي. قبل ما أجاوبكم ليش وشنو قال تروحون أو ما تروحون إيه؟ مرة ثانية إيه؟ قال اسألهم شنو كان انطباعهم من كانوا عند أصدقائنا. أنا جاوب تفضل صديقي مهدي. إحنا أول ما دخلنا ميت الزارين وللقاعة كان بيها النشاط مال قسم رعاية الطفولة شفنا روحية جدا جميلة لا. وأطفال رائعين زين وروح جميلة ورائعة وحيوية ونشاط. ولا تقول يعني مثلا جاي من بلد البلد وعايشين مناطقهم جميل. ومو بس هاي حزين يعني هم خرجوا من قصف سنت. يعني قصف مشكلة بالفعل صديقي مهدي. يعني انت قاعد ببيتك وتنقصف يعني يعني هاي مصيبة صحيح. يعني وتخيل هم طالعين ومتهجرين وجايين البلد غير ولا هو 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 بهذه الروح الحلوة اي هو بلدهم نفس بلدهم أكيد. بلدهم أكيد. الثاني اكيد احسنت زين. بس يعني شوفهم يضحكون سوالفون يرسمون يلعبون يعني وهذا يعني شعبة رعاية الطفولة قسم رعاية الطفولة مهيئينهم أشياء جدا لطيفة جميل. مثلا يعني أدوات الرسم جميل. هاي شغلة يعني بورد أكبر من هذا طبعا زين وأوراق ألوان كاملة جميل. قاعدين على الهواء الطلق الشمس كانت حلوة بارحة زين وقاعد يرسمون ورسمات جدا جميلة كلش حلو. أضافة ذلك يعني شغلات مثلا السكوتر ها ايوه يفترون داخل المدينة كلش حلو زين. وايضا يعني هي مجرد المرفقات مال المدينة بالفعل. هي ايضا جميلة يعني بغض النظر بس اهم شيء الجو اي الجو الرائع اللي موفرين العتبة الحسينية لهذول الاطفال الرائعين. احسنتم احسنتم بصراحة نرى هذه البرامج الرائعة اللي من شأنها ترفع من معنويات الأحبة الضيوف الوافدين إلى بلدهم الثاني العراق وبهذه المراقد المقدسة والأماكن المقدسة. نعم. أنا بصراحة أشكركم مرة ثانية وعمو فرحان وعمو أبو عبد الله قال إحنا راح نتابع كلام حزين وسعيد شنو يقولون وشنو كانت انطباعاتهم بهذه الزيارة الحلوة. وخلي أعيد عليكم أنا طلبت من عندهم إنه تروحون مرة ثانية لزيارة إحدى مدن الزائرين مدينة أخرى مثلا حتى شنو تلتقون بأصدقاء جدد وتتعرفون عليهم و تقيمون بعض الاحتفالات الحلوة والجميلة. بس هم جاوبوني بجواب قالوا خلي سعيد وحزين ومهدي كذلك يرتاحون هالمرة احنا راح ندز بنين هي تروح للأصدقاء الرائعين الموجودين هناك وخصوصا البنوتات الصغيرات أخواتنا إن شاء الله. لا حصلنا ساعة شنحش اي مو لازم تنويع مرخصتك وحقهم علينا البنوتات الصغيرات مرخصتك حزين انا صديق مهدي نعم طبعا عوفك من حزين هالمرة طبعا اني اتقدم بالشكر نعم. والتقدير الى عمو فرحان وعمو ابو عبد الله. ليش؟ لان هم اعطونا هاي الثقه من هون هاي الثقه أحسنت. زين أحسنت. يعني شيء حلو من اشخاص كبار يكلفونا بهاي المهمه طبعا هي مهمه هذا حلوه حمل ثقيل نعم احسنت احنا كنا قدر المسؤوليه ان شاء الله أحسنت. ان شاء الله اكيد اي بس احنا شنو نقول مثل ما احنا رحنا أي. وشفنا صح فشي نسوي احنا ندز غيرنا يروحون غيرنا انت يوم هذا الإثار أهي أيه. صديقتنا بنين راح تروح أحسنت زين سندباد وجوز أيضا عم فرحان هو يروح بالفعل عم عبد الله أكيد. سندباد إن شاء الله أكيد يروحون شوفوهم أجواء لطيفة جدا أصدقائي أو أخوتي بالفعل زين أحسن. شوفوهم سلمون عليهم فعاليات لطيفة وجميلة بالفعل والله كلامك صحيح صديقي سعيد سعيد مثلك بهذا الكلام أي. جميل جدا إذا خويا سعيد شو يقول أنا وياه عاش تديكم الله يديم هاي الخوة إن شاء الله الحلوة والجميلة وقالة وراح نبلغ بنين هي راح تروح هسه وتلتقي بالصديقات الرائعات اللي متواجدات إن شاء الله تعالى بمدن الزائرين التابعة لعتبة الحسين المقدسة فهذه دعوة لكم أيها الأحبة الكرام ولكل أحبتنا الرائعين مشاهدينا الأحبة لمشاهدة هذه المشاهد الحلوة والجميلة المليئة بالابتسامات الحلوة والبريئة خلينا نروح نشوفها وبعدها راجعين إن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وأصدقائنا الأطفال. إحنا اليوم جايين على المود نصوركم الفعاليات اللي سوتها قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة الحسينية المقدسة إلى عوائل وأطفال لبنان. أحب تجون ويانا؟ فتعالوا ويانا. مشاهدينا الكرام، اليوم راح نلتقي مع فاطمة. فاطمة أول ما تكلمت وياها شفتها لبقة، قلت لها ليش ما تصيرين إعلامية؟ قالت أتمنى أصير إعلامية وأنقل أخبار بلدي، وحبت تسألني أسئلة. خلنا نتعرف عليها بالبداية وبعدين تسأليني، ماشي؟ يلا فاطمة شنو؟ فاطمة علي غصن. تمام، أنت ايش قد عمرك؟ 9. يلا المايك إليك إعلاميتنا وسأليني. 1 ضرب 10. 1 ضرب 10 10 مو؟ ايه برافو. 10. النبي محمد شبير رب الإمام علي. إمام علي، إمام علي ابن عمه. برافو. الإمام الحسين عنده إخوة، عنده بنات، عنده مثلا عنده أم مستشهد. اي هاي أعرفها. عنده أخوة؟ عند الإمام الحسن، عند الإمام العباس عليه السلام، عند أخوانا من أم البنين، وعند محسن، وأيضاً عند خوات من ضمنها السيدة زينب عليها السلام، وعند هواي أبناء وهواي بنات. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اسمك؟ اسمي كوثر حسين هادي. زين، إيش قد عمرك؟ عمري 8. شنو تحبين تقرينا؟ نشيد الوطني. تمام، لحظة بالبداية أنت من أي بلد؟ من بداية أنا بلدك فركلة. وين؟ فركلة. يعني أنت من لبنان؟ إيه. لعد قرينا النشيد الوطني اللبناني. أوكي. كلنا للوطن للعلا للعلم للعين الزمن سيفنا والقلم سهرنا والجبل من بكل رجال قولنا والعلم في سبيل الله كلنا للوطن للعلا للعلم. أحسنتي، تهدين هذا النشيد إلمن إلى شعبك الجريح اللبناني وأيضا إلى وطنك لبنان. لبنان. زين، أنت تتمنين إن شاء الله شنو يصير؟ يصير إنه تنتهي الحرب بلبنان وهيك كمان ان شاء الله. انت هنا مكتوب بين هنا. ايه. فانت هنا بيناتنا بين هنا. ايه. انا جديده هون. جديده هون، فانت صداقات. ايه. شفتي احنا تبين هنا. شكرا للصديقات. مشاهدينا الكرام، نلتقي مع هذه الصديقه، ولكن بالبدايه خلينا نتعرف عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اسمك؟ غريس. كريس. كريس، انت ايش قد عمرك؟ 9. 9. زين، اكو سيدة بعمر صغير ارتدت الحجاب. مين هي؟ سيدة رقية. رقية عليها السلام، تحبيها؟ زين، انا بدي اسألك السؤال، كريس انت هواية قوية، من استمديت هاي القوة؟ ماما الحسين. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ زينب. زينب، زينب انت ايش قد عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين، من اي بلد؟ من مركبة. يعني من بلد لبنان، صحيح؟ يلا قولي لي زينب، سيدة زينب عليها السلام شنو عرفت؟ بالصبر، وأنا حكون صابرة مثل. إن شاء الله. أريد شاسة تقرينا مشاركة. أنت حافظة آية قرآنية؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. حوراء، شلونك حوراء؟ الحمد لله. ايش قد عمرك؟ 8. 8. تعرفين من لقبها حوراء؟ سيدة زينب. سيدة زينب عليها السلام، أحسنتي. أنت مساء قلتي لي إنه أنت حافظة مشاركة، أريد أعرف شنو هاي المشاركة؟ قرآن. سورة الكوثر؟ يلا، اللي اسمي المايك وقرينا إياها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم، شكرا إليك حوراء.
مشاهدينا الكرام وأصدقائنا الأطفال وصلنا إلى ختام هذه الفقرة. أكيد أقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أنصر المجاهدين وأرحم شهداءنا الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين، واللهم أحفظ لنا شعبنا اللبناني، وأحفظ الشعب العراقي الجريح، وأحفظ شعبنا الفلسطيني. أما الآن فأنقلكم إلى شارع الأصدقاء، أكيد وقت ممتع ومفيد أتمنى لكم. طبعاً بهاي الفترة راحت تفاجأت كلش بمشاركات أصدقائنا. إيه زين، يعني طلعت عندنا أصوات جميلة بالفعل، حفظة رائعين. صح زين، يعني وقاعد نستمتع بهاي المشاركات، شو تقولون؟ بالفعل أنا بصراحة أقول أصدقائنا كان لهم الحق، من كانوا يجزون رسائل كثيرة يقولون إحنا ما كان عندنا وقت مثلاً نتعب على المشاركة ونحضرها هواية. نعم. وبالتالي ماكو وقت نشارك بالمشاركة، فإحنا بصراحة أيها الأحبة الكرام بهذه الفترة حبينا نخصص فقرة اتصل واربح خاصة فقط بسماع مشاركاتكم اللي انتم حضريها، ومثل ما قال صديقي سعيد بهذه الايام اللي سمعنا بيها مشاركاتكم الحلوة كلش انبهرنا، وبصراحة عجبتنا مشاركاتكم الرائعة. راح يكون اول اتصال وياك صديقي سعيد ونور من الوصلة. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا نور، شنو اسم بابا؟ هبة صباح من البصرة. يا اهلا وسهلا. نور اريد نسمع مشاركة. الو الو راح اتصل. الو يلا الو يلا خلينا نسمع المشاركه. انا مو اسمي نور، اسمي هبه. شلون اسمي؟ هبه 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 هبه. تمام هبه. أي. يلا نسمع مشاركه يا هبه. والله ما محضره، ما محضره مشاركه. سؤال. اليوم عندنا أسئلة بهذه الفترة، خصصنا فقرتنا الجميلة فقط للمشاركات. على العموم شكرا لاتصالك، تحياتنا لصديقتنا معصومة. السلام عليكم معصومة. وعليكم السلام. يا مرحبا، اهلا بمعصومة، شلونك؟ زينة. ايش قد عمرك؟ 12 سنة. ما شاء الله، يا رب ان شاء الله الموفقية والنجاح. معصومة شنو حضرة مشاركة شاركينا بيها اليوم؟ دعاء الفرج. يلا يلا جميل جدا، تفضلي. افضل مشاركة. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. جميل جدا، أحسنتم. بارك الله فيك. طابت وتعطرت هذه الانفاس المهدويه الرائعه ان شاء الله، شكرا جزيلا. اتصل اخر وياك يا حزين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شنو اسمه؟ اسم بابا يا محافظه؟ عباس عفوان. عباس شنو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بعبوسي. عليكم السلام ورحمه الله. عفوا عباس، خلينا نسمع من عندك مشاركه. نعم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم، ونشهد اياك نعبد واياك نستعين، اذا صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. احسنت، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. مشاركه جميله. شويه كنت مستعجل بس انت رائع ان شاء الله تعالى. تحياتنا لك ايها العزيز، شكرا. اتصال اخر وياك. اتصال اخر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا حياك الله. اهلا بيك، شنو اسمك؟ ندى حسام. ندى حسام؟ هلا بندى حسام. رضا. رضا. ها رضا حسام. رضا حسام. هلا برضاوي، هلا. رضاوي. سمعنا مشاركة حلوة. الله أحد. يلا قل هو الله أحد. الله أحد.
أي. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. إيه؟ ولم يكن له كفؤاً أحد. عفية بالبطل. صدق الله العلي العظيم. عاشتي في مالا حبيبي يا مرحبا حياك الله. كيف فرحتنا بمشاركتك الحلوة مع سامة. شكرا جزيلا. اتصال آخر إن شاء الله. سلام عليكم. أنا مش مصطفى. يا هلا بمصطفى. شلونك صفاوي؟ مسك مسك مصطفى. يا أهلا بمسك. عطرك الله إن شاء الله جميعنا بالمسك إن شاء الله تعالى. شاء الله. أهلا بمسك. سمعينا مشاركة. أحق أسئلة. يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حج. أحسنتي. صدق الله جزيلا. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا لك ولمشاركتي هيك. اكيد كل الشكر والتقدير لكل هذه الانفاس العطره ان شاء الله تعالى. يا رب ان شاء الله يوفقكم دائما. نحب نقول لكم بختام حلقتنا يا رب يحفظكم اينما كنتم ومع السلامه. مع السلامه.